أنا عباس خضير عباس، فنان تشكيلي، أشغل سائق تاكسي. أنا كنت سياسي، فعندما تسلم الحكم صدام لغى الأجواء الديمقراطية القليلة اللي كانت آنذاك، فحرم جميع الأحزاب، حرم العمل السياسي. صحتك إن شاء الله، حياك الله. شلون ماشي الفاف؟ والله الحمد لله ماشي. ماشي ها ماشي. سوي لنا لفة. فهربت إلى سوريا، من سوريا اتصلنا في تنظيماتنا وبدأ الحزب يعيد تنظيماته ويعيد رص الصفوف والعمل على وجهة مقبلة لمكافحة الدكتاتورية في العراق. رحت إلى كردستان وكنت هناك مقاتل. بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية تفرغ للمعارضة المسلحة في كردستان وشن هجوم واسع. هربنا احنا كنا وسافرت إلى سوريا، ومن سوريا بشكل أو بآخر دبرنا خروج، دبرنا وثائق سفر والمجيء إلى السويد عام 89 أكتوبر. فعندما جيت 89 للسويد جيت تعبان، كثير تعبان. يعني أنا مثلا 10 سنوات ما اتصلت بالأهل نهائيا، خوفا عليهم من النظام الدكتاتوري. كان عدد المهاجرين قليل، فكان التعامل لطيف من قبل الجهات السويدية، يعني يأخذونا رأسا معسكر اللجوء. بس المعسكر اللجوء في غرف، في حمامات، في أكل، في مطعم. فكان أيضا الانتظار ما يأخذ وقت طويل لمنح الإقامة، يعني يأخذ شيء أنا أخذ 4 أشهر. فهاي 4 أشهر هما ما يخلونا يعني قاعدين في البيت، لا، دراسة، يأخذوننا سفرات. في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات تمت 3 أنواع من الهجرة. الهجرة الكبرى للأكراد الفيلية، هجرة القوى السياسية اليسارية والتقدمية وبالأخص الشيوعيين وأنصارهم، وهجرة وتهجير القوى الإسلامية من أنصار حزب الدعوة بصورة رئيسية. النظام البعثي كان يعني في حد ذاته ما يحط في المساءلة فقط الناشط، وإنما أبوه وأمه وأولاده، فإحنا كلنا كنا ملاحقين حتى لو إحنا كنا أطفال وما عندنا أي نشاط سياسي. أغلب الهجرات كانت تتوجه إلى دول منطقة الجوار، وتحديدا إلى إيران وإلى سوريا. وهناك فئة صغيرة ذات الكفاءة كانت تهجر نحو السويد، وكانت بوتائر بسيطة لا تتعدى سنوياً 1,000 إلى 5,000 شخص. كان بس مجرد أنك أنت تثبت أنك أنت عراقي، إما عن طريق هوية أو بطاقة إقامة أو بطاقة مؤونات وإلى آخره، كانوا كلياتهم يحصلوا على تصاريح الإقامة. السويد تتمتع ب يعني سمعة جدا لطيفة. أولا بلد ديمقراطي مستقر صار لأكثر من 300 سنة لم يخوض حروب، بلد يحترم حقوق الإنسان ويتعامل بمبادئ ومفاهيم دولة القانون، الكل سواسي أمام القانون، دولة أيضا فتحت أبوابها بكل معنى الكلمة لكل اللاجئين من أي بلد كان. السويد بلد كبير كمساحة وعدد سكان عدد لا يتناسب مع هذه المساحة. وهم يحبذون الهجرة لهم، لأن يردون، لأن تعرف أنت السويد من الدول اللي ما عندها تصاعد حقيقي أو ملموس بعدد النفوس.
سافرنا إلى إيران من 1980، والسبب إنه إحنا سافرنا هو كان إحنا ما انحسبنا على التبعية الإيرانية من النظام السابق في العراق، و 1985 تقدمنا إلى السويد، وسبب وجودنا جيتنا إلى السويد هي وجود أولاد عمي. وبعدين عشنا في مدينة صغيرة اسمها لين شوبينج هوني كمان قبل بقينا فيها في 5 سنين 6 سنين، وبعدين جينا لستوكهولم. وأثناء الوقت أنا درست في لين شوبينج وأيضا في ستوكهولم بيولوجي أحياء. تخصصي هو بأمر مرض السكري. يعني أول ما جينا اتصلنا في مجموعة كبيرة من السويديين كانوا يشتغلوا في الصليب الأحمر، مباشرة دخلنا في المجتمع السويدي عن طريقهم، يعني تعرفنا على الكالتشرز، على الأشياء التراديشنز اللي عندهم هم. فأنت تأقلمك للبلد، تحاول تحافظ على أصلك، أصالتك، على شخصيتك وعلى عاداتك وأخلاقك، بنفس الوقت تتعلم تتأقلم مع السويديين وتأخذ وتحترم آرائهم، تحترم تفكر إنه طريقة تفكيرهم، فهاي تأخذ وقت. السويديين يختلفون عنا تماماً، إذا كان الجو، إذا كان الدين، إذا كان اللغة، العادات، الكل تماماً يعني مختلفين. فعملية الاندماج بالمجتمع تصير بعد قضية شخصية، أنت جيت عندك استعداد تغير، جيت عندك استعداد تتقبل، يعني أبسط شيء من نقعد بالفترة الغداء، يعني المواضيع تنطرح مواضيع سويدية، أحيانا الواحد يحس نفسه شوي خارج عن طريقة التفكير أو خارج عن موضوع النقاش اللي هو مثلا الواحد يفتح موضوع الموسيقى السويدية قبل 30 سنة. بعد حرب الكويت واحتلال العراق إلى دولة الكويت والانتفاضة اللي قام بها الشعب العراقي، خاصة أولاد الجنوب وأولاد وأبناء كردستان، أيضا خلقت موجة جديدة من اللاجئين، لكنه هالمرة كانوا ناس ما عندهم ذاك الانتماء الفكري السياسي. أصبح العامل الأرأس في الهجرة هو الفعل الاقتصادي والعامل الاقتصادي وليس العامل السياسي كما كان في الهجرات السابقة، الجانب الأول. الجانب الثاني، الهجرة التسعينيات شملت كل طبقات وفئات المجتمع العراقي. فكانت نتائج هذه الحروب الفقر مما دفع الكثير من العوائل للهجرة بحثاً عن فضاء أكثر أمناً وأكثر إنسانية، فالتجأوا إلى دول أوروبا وأستراليا وإلى أمريكا. حتى سوريا كان من البلدان اللي احتوت أعداد كبيرة من العراقيين المهاجرين، حتى لبنان، يعني حتى الأردن. القفزة الكبرى جاءت ما بعد عام 1989، حيث وصل في ذلك العام عدد الطالبي اللجوء العراقيين إلى السويد في حدود 35,000 شخص. كانت الهجرة تتم بصورة غير شرعية أو عن طريق مهربين، وفي ذلك الوقت كان التهريب يتم عن طريق دول البلطيق، وتأتي القوارب من أستونيا ومن لاتفيا ومن روسيا محملة باللاجئين العراقيين خصوصاً أكثر شيء، ومنهم أكراد وشيعة وسنة وإلى آخره، وكانوا يتخلصوا منهم ويضعوهم في زوارق صغيرة قبل دخول الحدود الإقليمية السويدية. تحدث في كل حروب وأوضاع اقتصادية شاملة مثل الحصار اللي صار بالعراق بعد حرب الخليج، اضطرت الناس وفتح السفر، كان ممنوع السفر فترة الحرب الإيرانية،
فتح السفر حتى الناس تجد فرصة أنه سبل العيش في الدول العربية والدول الأجنبية. فقررت أهاجر، طلعت للسويد لأنه أهلي في السويد من هجرة السبعينات. أخوتي طلعنا من مطار الأردن إلى موسكو على أساس هناك رحلة في الباخرة تنقل المهاجرين عن طريق لاتفيا إلى السويد عن طريق بحر البلطيق. فعشنا لمدة شهر إلى أن طلعنا بموعد الباخرة. إحنا صوت ما أنا يعني، والباب ما نفتحها، وأطفال إذا يتحدثون أو يضحكون نضربهم، ممنوع الصوت. وأنا بناتي يعني عانوا بطريق التهريب. وبعدها أخذونا بالبحر، حطونا مع الإنجن يعني الماكينة تحت حوالي 50-60، والله إيش 50 و60، العدد كله بالإنجن، لأنه السطح هو فقط هاي الصارية ومحجر صغير، فلا يمكن أحد يقف عليه يعني. وبحر البلطيق أمواجه عالية، فإحنا كنا بهذا الإنجن تحت جوه، مزقنا الجوازات، كنا عربانا وصلنا السويد. طوني لجوء اقتصادي. شوفوا الاندماج متوفر، يعتمد على الثقافة الفردية، إنه كيف يبحث عن أبواب الاندماج، كيف يتعامل هو كشخص في الشارع مع الفرد السويدي، مع المؤسسات من يتعامل، مع الأوراق، مع احترام للقانون، مع سعيه في النظام الذي وضع له في كيفية المعيشة في هذا المجتمع. ويجب أن يندمج من خلال المدرسة، تعلم اللغة والبحث عن العمل. السعر وأسئلة همينة يعني الشهر الثامن ما ينزل سعره. هاي شغل تطلع كمية، هاي تقريبا تعلمت اللغة بسرعة، وكان عندي أصدقاء سويديين من أول ما جيت. بس الاختلاف يكون مني جيل الدين، كوني أنا مسلمة وعربية، فأني لا أشرب ولا أمارس أشياء اللي مارسوها هم، وأؤمن برب العالمين وأصوم وألتزم تعاليم ديني. فتجيني كثير من الأسئلة واستغراب، قسم يضايقون وقسم يعني يصير عندهم فضول ويسألون ليش يعني، وأنا أحاول أجاوبهم على قدر ما أمكن. Today almost all the countries of the world are represented in Sweden. Almost all the languages of the world are spoken in Sweden. Today we are in a situation where we have some 14% of the population in Sweden born in other countries. We will continue to stay open and tolerant, but we also have challenges concerning integration, how to let people into the Swedish society, where we still have quite a lot of hard work to do. العرب جاءوا إلى هذا البلد، لديهم موروث ديني، لديهم موروث ثقافي وجملة من العادات والتقاليد، بعض هذه لا تتماشى مع طبيعة هذا البلد الذي يعتبر بلد علماني. حوالي 82% من الشعب السويدي لا يؤمن بوجود آخرة وعالم آخر بعد الموت. The first time you're here, if you're coming as a refugee, you have the support of language education, you have the support of job preparation, and you also have a mandatory course in civic orientation the first 2 years. The keys to integration is job and language courses. طبعا كل من يأتي جديد يريد أن يحافظ على نفسه، على أسرته، على ثقافته، ويجد ويشتاق أو يميل إلى أن يسكن في المناطق التي يسكن فيها المسلمون، ويجدون سهولة في ذلك. أضف إلى ذلك أيضا أن هذه المناطق ميسرة، حتى تجد بعضهم في داخل ستوكهولم في منطقة رينكيبي ممكن تمر سنتين ثلاث سنوات ما يدخل الوسط المدينة ستوكهولم مثلا. هذا ترتفع
تجربة الهجرة في السويد هي تجربة جديدة وليس مثل أمريكا أو مثل بريطانيا أو هذه الدول اللي صار لها فترات طويلة جداً. وجزء من إحدى هذا مثلاً سياسة الإيجار للمساكن اللي تخلي إنه الأجانب كلهم يصيرون في منطقة واحدة بدل ما أنه ينتشروا في كل المناطق اللي أيضاً فيها سويديين ويصير هناك اندماج. But we do have a challenge with this, that we have certain areas in certain suburbs of the biggest city in Sweden where we have too many people that never got a possibility to get a job, to get the Swedish language. And there we have challenges that we need both schools, the justice system, welfare and job focus to solve. I think the biggest problem is the problem between the foreigners. الأجنبي من يوم وصوله إلى حد أنه يحصل على فرصة عمل حقيقية 8 سنين. يعني أنت هاي الفترة كلها عايش على المعونات أو على كورس لغة أو ما بعرف إيش، 8 سنين من حياتك. هنالك فئة اجتماعية كبيرة من طالبي اللجوء الذين أعمارهم من قدموا فوق 45 أو في 50. سوق العمل لا يحتاج لمثل هذه الكفة، هذه الأعمار من جهة، ولا مثل هذه الكفاءات العالية من جهة ثانية. I know Iraqis are generally very highly and well educated, and we find too many taxi drivers which were professors in Baghdad, for instance. Det är helt självklart, men där kan man igen säga att man generaliserar väldigt mycket när det kommer människor hit. Man ser inte vilka förutsättningar det är man har med sig i bagaget och man använder inte det. Vi är väldigt duktiga på att, väldigt dåliga på att validera människors utbildning så att de kan komma hit och få validera sin utbildning och sen fortsätta arbeta med samma yrke. يمكن في كل سنة يطلع لهم برنامج دائرة الهجرة تعد برنامج للاندماج، لكن هذا البرنامج يلاقي فشل بسبب عدم فهمهم واستيعابهم لكيف أن يندمج هذا الإنسان. What has been wrong in policy, according to my opinion, is that we have treated people coming to Sweden as weak individuals that needs help. And we have too much asked the question, what kind of social welfare should you be on, instead of what can you contribute with? At the same time, we're not really used to being really a migrant country. جاءت أحداث سبتمبر الحقيقة وكان لها أثر سلبية على بعض الناس الذين كانوا بين معنا ما حسموا أمورهم فيما يتعلق بالملف الإسلامي أو الحضور الإسلامي، فبعضهم بدأ يأخذ منحى سلبي. We do have problems with racism and xenophobia, especially with antisemitism and prejudice concerning Muslims. It became pretty much, you know, mainstream to voice those kinds of sentiments, to construe images of Muslims as threats against the security. Muslims were targeted as terrorists, violent to women, involved in warfare, a threat against freedom of expression and democracy and human rights and all of these. They are hiding behind this terrorist sign. So every each people is coming here, it's could be a terrorist. So that's how they explain how they are looking into every each person coming from Iraq, for example. أشعر بالعنصرية مثلا من أكون مع صديقة محجبة. أشعر بالنظرات السيئة وال النظرات ما حلوة تكون إلي وإلها. أشعر بالعنصرية مثلاً من أتكلم بالعربي بالقطار، إذا تكلمت بلغتي أمام السويديين يضايقون. بيصير أت أوفتا إيه جست
muslimska kvinnor med huvudduk som får utstå väldigt mycket diskriminering. Recent research show that Muslims in Sweden have begun trying to escape Islamophobia by changing, trading their Muslim names for a Swedish or non-Muslim name. ابني اسمه ماكسيم قدم على عمل في مطار ايرلند وبالتليفون وافقوا على عمل ان يعمل كهربائي في المطار. قالوا له ارسل وثائقك. عندما عرفوا ان وثائقه من اصول عربيه تم رفضه. There is a study made on discrimination, structural discrimination based on ethnical background made on Linné University a couple of years ago, which showed that there is a 50% higher chance to be called for an interview, job interview, if you have a name that sounds Swedish than compared to if you have a name that sounds Arabic. بعد 2003 بعد الحرب اللي شنها المجتمع الدولي أو جزء من عنده على العراق هناك فئتين من العراقيين اللي بلشوا في الهجرة، الفئة اللي كانت مستفيدة من النظام البعثي البائد والفئة الأخرى اللي هي أعتقد أنا الأقليات القومية والدينية اللي لم تحقق إلى حد الآن الأمان في بلدها الأم العراق، وأيضا الجزء هذا اللي هم الصحفيين اللي قاموا بفضح بعض المسؤولين أو الأحزاب اللي كانوا يعني مشرعين في قتل الشعب العراقي أو بالفساد الإداري اللي منتشر بشكل مرضي بالعراق. لكن اللي حدث سنة 2005 2006 2007 من التناحر الطائفي والصراع المذهبي والقتل على الهوية الدينية كان حدث كبير بالنسبة للعراق. طبعا حق اللجوء إلى السويد من قبل العراقيين ازداد بعد 2003 وزيادة كانت فائلة يعني كثيرة. طبعا نرى أنه قبل 2003 كان عندنا تقريبا 100,000 لاجئ عراقي والآن 300,000. الوضع قام يصير مو زين يعني قام يصير خطوف وما خطوف وبالنسبه للمنطقه مالنا خليط يعني بيها مسيحيين وبيها شيعه سنه صوفه انواع يعني بس انا خفت من الوضع العام يعني وانا رجال مسيحي واحنا اوضاع المسيحيين مو زين من هالطرف وهالطرف يعني ما يعني وضعنا كلش مو زين يعني ناقشتهم قلت لهم انه لازم نشوف لنا صوره حل فقلت اطلع اني واتفقت ويا زوجتي واولادي قلت لهم راح اروح اني السويد عندي اقرباء هناك وعندي اخوي الكبير بعت السياره وبعت اللي عندي والما عندي وسافرت رحت سوريا وكل من متفق ويا المغرب عادي بالجواز العراقي سافرنا الى ماليزيا اجر عنده شقه سكننا بيها حوالي شهر تقريبا اجى يوم الرحيل رحنا للمطار بجواز اوروبي جايبنا وفتنا للمطار قصينا بطايق صعدنا بالطياره وسافرنا رحنا الى فرنسا هو بعد تركنا المهرب تركنا هناك قال حجزنا هذا وقال تروحون من هناك وين ما تروحون تروحون مفتوحه تحجز قطار و اي دولة تريد تطلع. وصلنا الى السويد.
شفت أخوي هناك واقف ينتظرنا، سلمت عليه وهذه واخذني وداني لي بيتهم. أي وبعدين نمنا، رحنا دراجع ثاني يوم دراجع دارت الهجرة، طبيت قلت لهم أنا جاي من العراق، طوني كارت إنه هذه البطاقة أمشي بيها يعني مثل الهوية. تلك الفترة شغال في مصور، اللي صار جو ناس دخلوا البيت وهددوا انتوا لو ما تغادروا شيء. طبعا في تلك الفترة اكيد مجنون اللي ما بياخذ اي تهديد على محمل الجد يعني. فاللي صار من عندنا انه احنا باسرع فترة قررنا انه نغادر البلد. كانت السويد احد اول البلدان اللي تستقبل الحالات اللي مثل هاي. فبعد محاولات ومحاولات قدرت انه اوصل للسويد بال 2008. أنا وعائلتي كنت متزوج، كان لسه ما عندي أطفال، كانت زوجتي يعني إنه كانت حامل في الطفل الأول. فوصلنا البلد وكنا مستبشرين خير يعني، كانت الأخبار بتقول إنه السويد خلاص بطلت تستقبل العراقيين. وطبعاً الكلام كان مو منطقي بالنسبة لي، إنه أنت لو عندك قصتك اللي تثبت بها انه انت شخص مهدد في بلدك، اكيد مو من المنطقي انه هم وقفوا جميع العراقيين. يعني ما اعتقد هي سويتش اون اوف، خلاص وقفوا. طبعا فضيحة ويكيليكس اللي قبل كم سنة صارت، يعني نرى أنه الكلام اللي موجود من قبل بيلستروم وأيضا كارل بيلت موجود كان في العراق أيضا بوزير الخارجية السويدي، أيضا ليس فقط وزير الهجرة لكن وزير الخارجية أيضا كان معه، أعطوا ضغط على السفارة الأمريكية بحيث أنه يساعدوهم بهذه القضية، بقضية اللاجئين، أنه يرجعون اللاجئين العراقيين. Something really have to be secret and classified. But in this case, it's very clear it should be, it's a wrong way of acting from our ministers. And they are trying to, instead of lying about it, which is quite common as well, they have said no comments 27 times or whatever. För inte, varför vill jag hemlighålla vad ni sa på det här mötet? Det är mycket tydligt att från regeringens sida så har vi bestämt oss för att inte kommentera vilka leaksdokumenten. För jag har pratat med, många idag som säger att ni borde träda fram och säga vad är sant, vad är inte sant. Du var med vid det här mötet. Sa du så här? Men den svenska regeringen har redan från första början av vilka leaksdokumenten började komma fram förklarat att vi kommer inte kommentera dem. It's only a matter of trying to facilitate the actual return procedure. Iraq has now had two free democratic elections. It has a functioning government, be it not without its problems, but that goes for many governments around the world. Iraq is not the same country as it was in 2006 and 2007. And consequently, the number of positive responses to asylum requests have gone down in numbers. بعد الزيارة اللي الوفد العراقي الكبير اللي اجى للسويد، ووضعت النقاط هاي لتنظيم العلاقة ما بين الوجود العراقي في السويد وفتح آفاق العمل للمؤسسات والشركات السويدية في العراق. هذه المذكرة هي تتضمن في مجملها عملية مساعدة هؤلاء على عودتهم بشكل طوعي إلى العراق، تقديم برامج اندماج وكذلك مساعدة هؤلاء على تأهيلهم بأن يكونوا مؤهلين حقيقة مؤهلين للقيام بعمل بشكل صحيح، يرجعون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. مذكرة الاتفاق اللي صارت اللي أبرمت ما بين دولة العراق ومملكة السويد تترجم من الجهة من الدولتين بشكل مختلف. العراقيين يقرؤون النص على أنه يمكن لدولة السويد أن تهجر قسريا، لكنه في النص السويدي مكتوب شال سكال سوف، يعني الترجمة.
The number of people who have returned voluntarily to Iraq is approximately about 10,000 people. That's a huge number of people who have gone back. They have done so quite of their own mind after having become failed asylum seekers. And the number of people who have then been returned forcibly to Iraq is approximately about 1,000. هون بالسويد مصلحة الهجرة تطبق شيء اسمه Land Information اللي هي معلومات عن الدولة. فالحكومة السويدية أرسلت وفد لدراسة الوضع الأمني في العراق، وهذا الوفد لم يتجرأ دخول العراق بل بقي في عمان وكتب مذكرته أن الوضع مستتب في العراق. كون عندك قلق أنه أنت في أي لحظة ممكن ترحل إلى مصير مجهول، فهذا بحد ذاته هو حالياً الكابوس اللي يمكن أنا عايش، بس الكابوس أنه أنت رجعتك في أي لحظة، الطريقة اللي ترجع بها، طريقة الكلبشات ويرجعوك، واستقبال الاستقبال اللي هناك كيف يكون، شنو اللي هيستقبلوك. فهذا كله، هذا الهاجز، أنت عايش من أجل أن تكون إنسان خفي، ما تتمرض عشان ما تروح المستشفى، ما عندك أوراق. Vi vet att situationen är så osäker. Vi vet också att människor dör varje vecka där och att man faktiskt skickar tillbaka en del asylsökande till väldigt väldigt stora risker. هنا اكو قضايا كثيره وقعت بها اخطاء حقيقه قبل تقييمات جهات سويديه، يعني انه تنظر للجزء الموضوع هذا مو بهالصعوبه او مو بالشكل هذا. واحدة من الحالات إنه واحد كان مترجم مع الأمريكان إجا قال لهم إذا أنا رجعت أقتل، فقالوا لا 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 ما تقتلوا، ورجعوا وقتل. أنا قابلت يعني عدد كبير من موظفي مصلحة الهجرة من الناس اللي هم يشعروا بالضيق والأسى الكبير على هذه السياسات، لأنهم يضطروا أحياناً أن يكذبوا في قرارات الرفض، لأنه أعطوهم كمان قرارات رفض مبرمجة بالكمبيوتر تقدر تقصقصها وتركبها. إذا كان هذا شخص من البغداد من بغداد فممكن أنك أنت تركب له هاي القصة لرفض طلبه، وإذا كان هو من مناطق الكردية بتقدر تركب له هاي القصة وإلى آخره. Tvångs- och återvändandet har trappats upp under den borgerliga regeringen, och det är klart att det innebär dels att Sverige har fällts väldigt många gånger i den här kommittén mot tortyr, där vi har skickat tillbaka människor som sedan har fått utstå tortyr, helt förkastligt, men också att människor har fått återvända till fängsling eller död. Sen vill jag också korrigera Yilmaz Kerimo när han påstår att vi skulle ha fått kritik från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Det är ett totalt felaktigt påstående. Tvärtom är det så att Europadomstolen så sent som för 48 timmar sedan kom ett utslag där samtliga de irakier som stod i begrepp att utvisas från Sverige och som hade ansökt om inhibition fick sina framställningar avslagna av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. Som därmed konstaterade att det svenska Migrationsverket med ledning av de domar som avkunnats av Migrationsöverdomstolen har handlat rätt. Och بدأوا في تطبيق شيء جديد يسموه الهرب الداخلي او الفرار الداخلي، يعني انك انت تهرب داخل بلدك، انه في عندك امكانيه انه اذا انت متعرض مثلا للاضطهاد او الملاحق في البصره او في بغداد فممكن انك انت تهرب الى مكان ثاني وتتمتع بالحمايه. وطبعا عللوا ذلك بانه الوزاره الداخليه العراقيه مسيطره على الوضع الامني وانه الانسان في عنده امكانيه انه يروح يتشكى لدى سلطات الشرطة في العراق وأنه يتمتع بالحماية. أنا ظليت بالسويد حوالي سنتين وعشرة أشهر، ثمانية أشهر يلا خلوني محامي، ورا سبعة أشهر ثمانية أشهر لوخ دزوا عليها تحقيق ثاني، رحنا أنا والمحامي التحقيق هذا مع دائرة الهجرة، ورا شهرين يمكن إجاني رفض من هذا المحقق. الأسباب كاتب لي أسباب إنه أنا هاي هذا الحكي أنا ما حاكي، وبعدين لازم أنا أسوي استئناف ضد دائرة الهجرة عن طريق محكمة. فأجهم ورا
سنة تقريبا، خلصت المحكمة ساعة ونص طارق قولت تقريبا، ورا أسبوعين جاني رفض طارق. كنت مشتاق بس كل ساعة خابرهم ها هسه جاي، هم ما يخابروني، بس كنت أريد يعني التاكسي أريده، بس أريد أطير يعني بس حتى أوصل أشوف جهالي. I've been proud so far that Sweden is one of the few countries in Europe who don't have a xenophobic party in their parliament, and I do hope that I will wake up on Monday morning and find that that is still the fact. Vi har faktiskt de mest välskötta offentliga finanserna i Europa. När andra har fördubblat och byggt ut sina statsskulder så har vi sett till att amortera. Vi väljer inte att öka klyftorna i samhället. Vi väljer att investera. And when we have such a huge immigration as we have had in Sweden in recent years, you can also see a segregation that comes out of it. And we think it's very important to keep the side together and to keep the immigration as low as we can handle in Sweden, because the society hasn't been able to cope with a huge immigration. Med 7000 rösters marginal, och alltså med stöd 330 000 röster, så har Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Det handlar bara om 7000 röster i skilda områden. I would never, never ever let them have any kind of influence over Swedish politics. Never. Sweden Democrats did enter parliament in 2010, unfortunately. It's very interesting to see the very low numbers that they have gained in the electorate. After all, they entered parliament with 5%, and they have remained somewhere between 5 to 7% in the opinion polls, in spite of the economic crisis. في هذه الأيام آخر الإحصاءات تقول أن هذا الحزب قد قارب 10%. يعني تجاوزت 9%. نجاحهم الآن معنا وصلوا إلى نسبة معنا لا بأس بها، معنا عندهم فوق 20 معنا عضو في البرلمان. سبب وصولهم هو أنهم معنا خطابهم هو خطاب يلامس مشاعر بعض هؤلاء الناس. Det finns ju vissa likheter kan man säga. När Ny Demokrati kom in i svensk politik i början av 90-talet, då var det ju till viss del i alla fall en röst för en mer kritisk syn på invandringen, så det stämmer ju. Men utöver det så fanns det också ganska mycket stora skillnader. Ny Demokrati var ett utpräglat populistiskt parti, och det var den ambition man hade. Man ville ta upp populära frågor som de vanliga politikerna ryggar ifrån lite grann. Och vi är väl kanske mer ideologiskt som parti. Vi har en väldigt tydlig ideologisk grund. Vi kommer inte med förslag som vi inte har råd att finansiera. Vi lägger budgetar som väldigt tydligt visar på hur vi håller samman ekonomin och tar ansvar. Kampen! Rasismen! Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och vi tycker att den nuvarande invandringspolitiken har lett till att Sverige har blivit ett mer splittrat samhälle. Och det är där vi har vårt fokus och vår kritik, att invandringspolitiken får inte vara så stor att den bygger motsättningar, att hela grupper hamnar i utanförskap och i egna parallella samhällen. För då slits landet isär. Men överlag så finns det en kritik mot framförallt kanske den kulturella aspekten, att man har olika värderingar och olika värdesystem, moral, normer och sånt som gör att det blir svårt kanske att komma överens om hur vi ska leva. De argumenterar ju mycket utifrån ett självpåtaget martyrium. De påstår att vi inte diskuterar invandringsfrågan, att vi inte diskuterar integrationsfrågorna, vilket ju är strunt. Självklart gör vi det. Saken är bara den, vi vägrar att diskutera det utifrån ett rasistiskt perspektiv, och det kommer vi aldrig göra. Det har funnits enskilda medlemmar med extrema åsikter, det stämmer. Och de har vi sparkat ut ur partiet när vi har uppdagats. Och det här är ju någonting som alla partier jobbar med. Har man medlemmar som visar sig vara ideologiskt avvikande, då gör man sig av med dem. Expressen kunde igår avslöja den nya filmen från bråket på Kungsgatan 2010, där de sverigedemokratiska riksdagsmännen Erik Almqvist och Kent Ekeroth tillsammans med partikamraten Christian Westling ger sig på en kraftigt berusad man.
På filmen hör man också Erik Almqvist strö rasistiskt nedsättande uttryck omkring sig och han kallar en ung kvinna för hora. Nej, skit i den här lilla horan, skit i den nu. Expressens avslöjande ledde till att Sverigedemokraterna kallade till en presskonferens igår där partiledare Jimmy Åkesson sa att Erik Almqvist petats från posterna som ekonomisk politisk talesman och som ledamot i partistyrelsen och verkställande utskottet. Däremot sitter han kvar i riksdagen. Meta barazu haula. برزوا عندما ضربت الأزمة الاقتصادية المجتمع الرأسمالي برمته ولهذا ذهبوا إلى أسهل الحلول وهي أن سبب البطالة نحن السويديين هم العمال المهاجرون ولحد الآن لم تتخذ أي تشريعات وقوانين ضد المهاجرين ولكن طبعا هذا الحزب سيسعى دوما وأبدا إلى أن يحد من قضية الهجرة يحد من الامتيازات التي تعطى للمهاجرين وهذا ما يسعى إليه ولذلك هو حصل على شعبية إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ما يحصل في العالم من تدهور اقتصادي من ركود اقتصادي وهذه أمور طبيعية تخوف هو من ردة الفعل خاصة عندما يكون فيه مثلا الوضع الاقتصادي متدهور فتجد فئات اللي هي في يوم من الأيام كانت معنا متعاطفة مع الحضور الإسلامي هذه عندما تجد أن خارج الإطار العام هذا ستجد الفئات المتطرفة من اليمين المتطرف هؤلاء من خلال خطابهم يحاولون أن يستوعبوهم ليقفون في صفهم في ضد هذا الحضور الإسلامي وهذا هو التخوف الموجود عندنا ومثلا أكبر حزبين عندنا المدرات اللي هم الكونسرفاتيفز المحافظين والاشتراك الديمقراطي هذول أكيد رح يخافون على قواعدهم فعلى مود ما يسايرون هذا الرأي العام يمكن أيضا يغيرون في القوانين قوانين الهجرة Skottdrama i centrala Stockholm ikväll maskerad man En halvtimme sen blev en man skjuten i en butik vid Hägerstensåsens tunnelbana Nionde skottdramat mot invandrare Polisen är nu allt mer säker på ett bakomliggande rasistiskt motiv Jag anslöt mig ganska snabbt till dem speciellt när jag då förstod att deras syn på invandring naturligtvis sammanstämde med min då att vi skulle inte ha så stor invandring. In the early 90s with the so-called lazy man that you did have people foreign born or with parents foreign born that were afraid of going out. I think it's dangerous to see it as just a isolated incident or as well three isolated incidents. There have been shown in at least interviews with the Laser Man in the 90s that he was taking inspirations from politicians that were driving a racist agenda. Back then it was this party called New Democracy, New Demokrati. If you look at Anders Behring Breivik, it's clear that he has been inspired by bloggers and internet activists and those different movements on the internet, which is connected to political parties or at least ideas promoted by political parties. Jag tycker det är intressant att vi ofta diskuterar så snart det är en person med muslimsk bakgrund, då är det en terrorist och när det då är personer med en europeisk bakgrund är det då You did have a man in Malmö that randomly shoot at people with foreign background. Of course, that's create a situation of terror in Malmö. في ليلة رأس السنة 31/12/2011 اتفقنا أنا والعائلة والمرحوم أن نحتفل مع أقربائنا في منطقة روزنغورت فانتقلنا الساعة 9:30 بالليل إلى روزنغورت وبدينا نسلم على أقربائنا ونهنئهم بالعام الجديد حبينا نحتفل مع الناس بالغورد وهو معانا طلعنا الساعة 12:15 فبقينا احنا وهو معنا حد الساعة 12:15
فاحنا نفذ معنا الصعاديات، فهو انتقل من عمارة 103 إلى عمارة 105 اللي الناس فيها باقين بضرب الصعاديات. فأثناء دخولنا البيت 5 دقائق فقط ضربوا علينا الشباك، قالوا أردوان ضرب. بعد ذلك أجت البوليس والأمبولانس ونقلنا المستشفى، بقى 16 ساعة وتوفى. كان مضروب ب6 عيارات، واحدة هون واحدة في الإيد، واحدة هون واحدة هون واحدة، وآخر إطلاقة شبه الإعدام ضربهم. والله احنا اصلا ما عايشين هسه بالبيت، يعني ماكو طعم بالحياه، ما نفكر لا ببلد عربي ولا ببلد اوروبي، يعني مجرد عايشين يوم فقط لا اكثر ولا اقل، مجرد بس تعطي طاقه لجسمك، بس اي تفكير بالحياه، المستقبل، نشوه الحياه، الفرحه بحزنها ما في. يعني مثل ما الكل يعرف، لو قد ما تريد تبتعد عن جذورك، تبقى جذورك بيك، تبقى تحن، تبقى تتمنى اللحظه اللي ممكن ترجع بيها. فما اعتقد اكو عراقي عايش برا العراق ما يتمنى اللحظه اللي يرجع بيها البيت ومحلته ودربونته واصدقائه. والله احنا طلعنا من العراق 1980، وصراحه احنا يوميا يعني الحلم عندي هو انه ارجع في البلد. انا من 1980 الى هسه ما رجعت للعراق، ما طالعه وما شفت اي احد من اهلي واقربائي، حتى البيت يعني بيتنا متروك ماخوذ من عندنا.